لعبة الأفيش بيظهر على الشاشة قدامكم بوستر لفيلم من غير اسم. أوكي. المطلوب منكم تعرفوا اسم الفيلم. اللي حيعرف اسم الفيلم لازم بسرعة يكبس على البازر. البازر. أهم شيء حينور النور قدامي. معك 5 ثواني تجاوب. جاوب صح تاخد النقطة، جاوبت غلط النقطة تروح لنا. ممكن أجرب أدوس مرة؟ آه لو عايزة طبعاً. أهو. لا كله على الطبيعة. آه. بعد ما تدوسي تجاوبي. أوكي. بعد ما تدوس تجاوب. بعد ما تدوس. يعني ولو ما جاوبت لو دوسي وما جاوبتيش يبقى خسرانة. لا النقطة بتروح للسقة. يا ريت بس تخسري هيك. آه أوكي. إحنا قوانيننا صعب. أو جاوبت غلط النقطة بتروح للسقة. طيب أوكي يلا. كل حاجة النقطة هتروح للسقة. يا رب. عشان كده البرنامج اسمه اغلب السقة. والله إنه It's impossible. ما حدش هتكسبينا. أدينا بنحاول أهو. جاهزين؟ إن شاء الله. يلا. يلا بينا نلعب الأفيش. وأول أفيش. خلي بالك. خلي بالك. أنا عملت الأول والله. هو أول. هو الأول. خلاص. أنا متنازلة. أنا العدل. الفيلم ده يا جماعة خلي بالك من زوزو 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 النوزو كوان نوزو خلي بالك من زوزو زوزو أنا زوزو اسمع غناء ترارا أوكي هلأ لحظة أنت غنيت غنية برافو الجمهور برافو دايما عايش معنا نالي ياه ياه يا ودي يا تقيل ياه يا طب غني معايا رزان ما مش بتاع غنى يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني يا 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 ودي يا تقيل يا ودي يا تقيل يا 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 مغلبنا يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبنا يا 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 ودي يا 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 مشيبنا يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبنا بس يا سقه بلاش تتعبنا عشان عمرك ما هتغلبنا يا 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 افيش كمان يلا يلا نور عيني نور عيني البصر لا خلاص لا سقع قبليه انا هو قبليه انا فير انا شخصيه فير جدا الحكم بيقول نالي لا لا بس انا ليه كنت طول عمري كنت فاكره ان نور هي اللي مع تامر في نور عيني نالي انت دوسي على البصر الاول الاجابه عندك معك 5 ثواني تجاوبي ما انا لقيت احمد جاوبها قبليه بثواني صحيح مش مشكله يلا عند نالي ما بيروحش لا لا مش مشكله يعني انا سامحه عادي حلو أفيش تاني أبي فوق الشجرة نالي ونالي جاوبت ونالي أخذت النقطة الحمد لله بزر إجابة بزر إجابة 2-1 لنالي أفيش كمان يوم ملوش لازمة سقة طبعا وجاوبوا البزر أنا ما بعرفش الفيلم ده حبيبنا هنيدي طبعا فيلم محمد هنيدي وكله من بدنا نذكر انه نقطتين لاحمد ونقطتين لنالي هلا لحتى الجمهور يكون متابع معنا وافيش كمان شارع الحب شارع الحب جادوليو بس انا دوست الاول لا بس انا جاوبت انا جاوبت انا فير ما هو في الاولاني انا جاوبت وانت دوست الاول فاتحسبت لك صح انا دوست الاول وقلت شارع الحب خلاص اوكي انت جاوبت صح ولكن النقطه بتروح عند احمد ماشي يلا افيش كمان بوبس بوبس اسم الله عليكم اسم الله عليكم طبعا النقطه عند احمد